وينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية الأب مارتن هيرمز داود. أرحب بك معنا أب مارتن، ما هو موقفكم في البداية من حادثة حرق نسخة من المصحف؟ بالتأكيد هذا الفعل هو جملة وتفصيلا مرفوض من قبل كل المكونات المتعايشة منذ سنوات طويلة في العراق. إن مسألة مس المقدسات لدى كل الأديان هو فعل شنيع ومرفوض من قبل الجميع، وقد أصدر الديوان بيان استنكار يدين في هذا الفعل الذي يحاول حقيقة أن يزرع الفتنة والطائفية بين أبناء المكون الواحد. لكننا على ثقة ودراية بأن العراق قد تجاوز هكذا مراحل، ولا بل أصعب منها مع أحداث داعش وقبلها القاعدة، وتمكنا جميعا من أن نعبر إلى بر الأمان وأن نكون دائما متكاتفون ونكون على علم ودراية بما هي المخططات التي تدعو دائما إلى إيقاد الصراعات الدينية والتي نتيجتها هي الخراب والدمار، وخصوصا لمنطقة كمنطقة الشرق الأوسط التي بدأت ونبعت منها الأديان السماوية ويتعايش فيها أبناء هذه المنطقة قدر الإمكان بالسلم والمحبة وأيضا التعاون المزهر دائما. أب مارتن، يعني أنت لا تعتقد بأنه تصرف فردي؟ هل هناك جماعات تقف خلفه؟ أنا برأيي الشخصي واثق جدا بأنه تصرف فردي، لكن للأسف هناك الكثير من يحاول أن يتصيد من هذه التصرفات الفردية وهذه السماحات الموجودة في بعض الدول إن كانت الغربية أو غيرها التي تسمح بهكذا أفعال غير مقدرة لنتائجها وانعكاساتها على المنطقة. وإن كان تصرف فرديا، لكننا نرى اليوم ردة فعل الشارع العراقي أولا وهكذا الدول العربية والإسلامية تجاه هذا الفعل. وإن كان فرديا، لكن إذا سمح له بأن يمر مر الكرام دون أن يكون هناك موقف واضح وليس عدائيا، إنما موقف نثبت فيه بأننا نرفض دائما المساس بالمقدسات، فإذا ما تم التغاضي عن هكذا تصرفات قد تتحول الأمور إلى استهدافات ويتم هناك استغلال هكذا مواقف لخلق نوع من الجو المتشنج في المنطقة، ونحن في العراق لا نتحمل هكذا صراعات جديدة أو أن ندخل في نفق مظلم جديد. ما هو رأيك بدعوات إعادته إلى العراق ومحاسبته وفقا للقانون العراقي؟ بالتأكيد أن هذا الفعل الذي قام به المدعو سلوان للأسف هو عراقي وحسب على العراقيين وكان مسيحيا وهو يدعي اليوم أنه ملحد، فبالتالي نعم أن إعادته إلى العراق من أجل أن ينال قصاصه وعقابه بموجب القانون العراقي هو شيء مهم وأساسي، كي لا يتطاول أي أحد مرة أخرى بأن يستغل اسم بلده وأن يلطخ اسم هذا البلد من خلال هكذا تصرفات إن كانت في الغرب مقبولة فهي في بلداننا الشرقية هي مرفوضة جملة وتفصيلة. فأنا مع هذه الدعوات ونتمنى أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي وأن يكون هناك حرص أكثر لكي لا تتكرر هكذا أفعال في المستقبل. ماذا فعلتم كرجال دين للدفع باتجاه تعزيز قيم التعايش السلمي وحرية الاعتقاد وحتى نبذ التطرف والإساءة إلى الآخر؟ يعني أنا أرى أن الكثير قد فعل في العراق، هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات والحوارات والزيارات المتبادلة التي يقوم بها كل رجال الدين من كل الأطراف. اليوم مع هذه هذا الفعل الشنيع بحرق القرآن لقد شاهدنا رجال مسلمين هم من يبادر ويقولوا أن المسيحيون أكثر من يقدر ويقدس الأديان الأخرى ويقبل بهم ويتعامل معهم بروح المحبة والأخوية. هذا هو نتاج حقيقة كل هذه العلاقات المستمرة وهذه الحوارات المستمرة واللقاءات التي دامت خلال السنوات الماضية، أن كل الجهود التي تبذل اليوم من قبل رجال الدين إنما تصب في نهاية الأمر إلى نزع فتيل أي فتنة تقام في العراق. فنحن في العراق قد واجهنا وقاسينا الكثير وتعلمنا حقيقة من دروس الماضي كي نكون أكثر حرصا اليوم.
نعم، طيب يعني أريد أن أعرف في الديانة المسيحية ما هي عقوبة من يهين الكتب السماوية المقدسة؟ نعم، إذا ما عدنا إلى التعليم المسيحي، فالسيد المسيح عليه السلام قال لنا: من لطمك على خدك فأدر له الآخر. حقيقة مسألة تعاطينا وتعاملنا مع الإساءة التي تصيب الديانة المسيحية أو كتبنا المقدسة قد تختلف مع أديان أخرى، فنحن نتعامل بصمت تجاه هذه الأمور. هناك العديد من الإساءات التي تمارس يوميا في بلدان العالم كلها ضد الديانة المسيحية، لكن تعاملنا معها هو تعامل من مبدأ المسيحية، بأن من لطمك على خدك فأدر له الآخر. إن خطوات العنف والشر المتزايد في العالم يتطلب هكذا صمت إيجابي، أن نتقبل هذه الإساءة، لكن تقبلنا ليس ضعف وإنما تقبلنا كي لا تستمر هذه الحلقات، وأن لا يستمر هذا التجاوز على ليس فقط المسيحيين إنما على البشرية جمعاء. إن رسالتنا هي رسالة محبة وسلام في كل الأوقات وأمام كل الصعاب التي تمر بنا. ألن يؤثر ما حدث على النسيج المجتمعي للأديان في العراق برأيك؟ أنا واثق بأنه لن يؤثر، والوقفات الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من رجال الدين من كل الأديان اليوم، الخطابات التي صدرت من المكونات الصابئية والأيزيدية وهكذا أيضا من رجال الدين المسيحيين وأيضا من رجال الدين المسلمين، كانت خير دليل بأنها لن تزعزع أبدا هذه الثقة التي بنيت بين كل رجال الدين. خوفنا دائما هو من المتصيدين، لكن أنا على ثقة تامة بأنها لن تكون لها أي تأثير، إنما هو موقف اليوم. على الكل أن يتخذ موقف تجاه هذه الإساءات كي لا يتم استغلالها مستقبلا مع ضعاف النفوس لخلق بلبلة في المنطقة. ممتنة كثيرا على تواجدك معنا من بغداد، المتحدث باسم ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية الأب مارتن هرمز داوود، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا.